السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع فيديو جديد. بنتكلم النهاردة عن رؤية الضفدع في المنام. بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، نهى حقيقة عن قتل الضفدع صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عمرو بن العاص عن رواه البيهقي أن الضفدع نقيقه تسبيح، أن الضفدع نقيقه تسبيح فنهي عن قتله. والعلماء بيقولوا إن كان في اتنين من الحشرات أو من الحيوانات أو إن صح يعني، كانوا واحد بينفخ في النار اللي هو الوزغ، واحد بيطفي النار اللي هو الضفدع، فكان يطفئ النار لإبراهيم. ولذلك أمر ربنا عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتل الضفدع وبقتل الوزغ، لأنه كان ينفخ في النار لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رؤية الضفدع في المنام. قيل أن الضفدع رجل عابد مجتهد طائع لله تعالى، وقيل من صاحب أو من رأى أنه مع الضفادع صاحب قوم صالحين، صاحب قوم أو حسنت صحبته. وقيل أن من أكل لحم ضفدع نال خيرا من أقربائه، نال خيرا قليلا من أقربائه وجيرانه، ومن أكل ضفدعا نال ملكا، ومن رأى أن الضفادع دخلت بلدة فإن عذاب الله تعالى ينزل على هذه البلدة. طب مرة أنت بتقول لنا أن الضفدع ده رجل فاضل وراجل عابد وراجل كويس جدا، ومرة بتقول لو دخلت الضفادع البلدة يبقى عذاب الله عز وجل هيحل على هذه الإيه؟ البلدة. إيه الكلام ده؟ نعم، الضفدع لما يذكر وحده فهو محمود، وقد يحمد في أمور أخرى. القرائن بقى تبين إن الرمز ده، إن الرمز ده يقصد به الصلاح. طيب، لكن الله عز وجل سلط الضفادع على قوم فرعون، سلط عليهم الضفدع والجرادة والدم، فربنا سلط عليهم الآيات كان منها الضفدع. ولذلك قالوا لو أن الرائي رأى في المنام أن الضفادع دخلت بلدة فإن عذاب الله يحل في هذه البلدة، وقالوا لو أن رأى في المنام أن الضفادع خرجت من بلدة فإن الله يدفع عذابه عن هذه البلدة بالصلاة والدعاء والتسبيح. وقيل أن الضفدع امرأة حرة طاهرة، امرأة حرة طاهرة لا تؤذي أحدا، ذات دين ولا تؤذي أحدا. يبقى في رؤية العازب لو أنه رأى الضفدع في المنام يدل على ذلك على أنه يصيب امرأة أو يتزوج بامرأة حرة طاهرة ذات دين ولا تؤذي أحدا. كذلك الأمر، قالوا أن من أصاب ضفدعا صاحب رجلا فاضلا، أو أنه أصاب رجلا فاضلا. فبنقول للعزباء لو أنت رأيت الضفدع في المنام فهذا دليل على أنك تصيبي رجلا فاضلا. وكذلك الأمر يا أحبابنا الكرام، قالوا من رأى في المنام أنه يصيد الضفادع فإن الله يظهره على أقرنائه وأمثاله، يعني ربنا هيظهره على الناس إذا رأى أنه يصيد ضفدعا. هذا ما كان عندنا من علم. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة أتمنى وأتشرف إني يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.